بس يعني في بعد عن الفريق من القائمين على الفريق للأمانة، ما في غير مثل ما قال كابتن بكل تصريح انه ابو وحيد والاستاذ شادي هن الموجودين دائما، والبقايا كتير بعيدين عن النادي، وانا بحكي على الاعلان وماني خايف ابدا، ماني متردد بكلامي لانه بعيدين عن الفريق. هذا الفريق هون بحلب ممكن ضغوطات، ممكن عبريدو يقدموا كل شيء عندهم، اوقات بخونوا الحظ. هدول اللاعبين اخ سعيد لازم تصبر عليهم، لازم تعطيهم وقت كافي. انا شلون بدك كثير انتم بلعبه الفتوه، ممكن العالم يعني ما حابين احنا نحكي بيلمون. انا طالع على الباص، انا اتمرنا الصبح بحلب تمرين رئيسي، حطيت تشكيل خط الدفاع وكمارا بعد تشكيل خط الدفاع. انا سافرت طلعت الباص ما اجى. طيب انا اذا بدي العب سين من الناس محله، ما بدي اقول الله انت احتجتني لانه كمارا ما اجى. الاخير قد ما كان اللاعب ممكن ما يعطي، اجب نحن طلباتنا عم بتوافق عليها مثل ما عم بتوافق عليها غير انديه؟ بقول لك ما بعرف. يعني بقول لك نحن رجعنا بعد 48 ساعه تلعب مباراه، مسافر يعني ما بنقول نحن هي بشكل عام من اريح السفرات. نحن سافرنا من سوريا، سافرنا من لاذقيه، كنا عم نسافر من الاردن، عم نسافر بلبنان. ممكن كسفر اكلت معنا 18 ساعه بين طلع على المطار ورجعوا من لاذقيه، سافرنا 18 ساعه تقريبا. بس انت اذا بدنا نحكي باريحيه، طبعا ما هو مبرر انا بقول لك هذا الشيء انا بحكي، بس لازم احس انا باللاعبين. نحن وصلنا الساعه 5 الصبح، لا يعني اسف لهي الشغله اللي عم نعيشها كلياتنا، من 5 ونص صار الزلزال، صارت هي. انت جيت على البيت، اقل لاعب بالبيت بين اهله نام الساعه 7 الصبح، نقول نحن 7 الصبح، طيب ايش قد بده ليستشفي هذا اللاعب اللي لعبان 90 دقيقه على مستوى يوم الثلاثاء؟ الأربعة سفر، وصل الساعة 5، نام الساعة 7، ممكن أكثر مثل ما حكينا. أنت لعبان خلال 42 ساعة مباراة وسفر ومباراة على أعلى مستوى، مباراة بدنية. نحن للدقيقة 96 كنا عم نضغط وكنا عم نلعب بواقعية. نادي الكويت الكويتي وأندية الكويتية حكيت مع ثلاثة أرباع لعيبتنا كثير، وكلاء لاعبين اتصلوا بلاعبين نادي الاتحاد بعد المباراة يعني ما كنا ملبيين. بالاخير انا المسؤول، بعتذر من جمهور. تمام، سعيد كابتن مان، اليوم عم نشوف الفريق 90% مباريات عم يلعب بنفس العناصر وعناصر شابه، يعني هذا الشيء العناصر الشابه والفريق التشكيله الدائمه وقت نلعب فيها لازم يكون فريق بتطور تدريجيا. هذا الشيء عم نشوفه عكسه، يعني بشوف بعض المباريات عم يكون فيها متراجعين من متقدمين، على العكس لازم يكون متقدمين لان عم نلعب بنفس العناصر 90% مع عناصر الشباب. هذا الشيء اول شيء، ليش ما عم يكون في تقدم للاعيبه بزمن المباريات؟ عم نشوف بعض الاحيان عم يكون في تراجع، ما لازم يكون متواجد خاصه وقت عم نلعب بحلب. سؤال ثاني، اليوم عم نشوف محترف الاتحاد احد المحترفين الكتار اللي عم يكون على دكه الاحتياط. طب اليوم محترف ليش عم يكون على دكه الاحتياط؟ اذا ما كان ملبي للطموح ليش عم يكون متواجد من الاساس يعني؟ ما عم يكون ضمن التشكيله الاساسيه اللي لازم يخدم فيها الفريق اكثر ما يخدم فيها اللاعب المحلي يعني. هلا هو بالاخير في سعيد، يعني هي اختلاف وجهات نظر. يعني نحن هلا اذا بنطلع على مثل ما بقول الشباب اللي معنا بالمؤتمر كله، كل واحد له وجهه نظر، هذا بقول لك هذا اللاعب سيء، هذا بقول لك هذا اللاعب منيح. لا بالعكس، انا عم بقول لك بالنسبه لسؤالك، يعني نحن بالاخير قلت لك التشكيل كلاعبين صغار ما لازم تغير كثير. يعني انا شلون بدي العب مثلا، شلون بدي انا يتطور اذا ما عم بعطيه اوقات؟ شلون انا بدي مثلا حسن دهان يرجع لوضعه الطبيعي اذا ما انا عم بساعده وبصبر عليه؟ شلون بدي انا علي رينا يلعب عدد مباريات كافي مشان يتطور؟ شلون بدي انا مثلا فياض يرجع لوضعه الطبيعي يتطور؟ اذا انت التغيير بيكون كثير وانت بالاخير ما عندك عناصر. انا مقصدي كابتن انه هن متواجدين ما عم يتبدلوا، لازم انه يكون اداؤهم متطور، ما عم يشوف التطور. انا اقول لك شغله، انت بشكل عام التغيرات في ارض الملعب هي عم تكون تكتيكيه. يعني نحن مثلا ريحانيه عم نلعب مهاجم وهم، ريحانيه مو مهاجم بس نحن عم نلعب بمهاجم وهم، لانه نحن فيكتور ما كان ملبي للطموح، وعبد الله نجار عم نعطيه وقت نص ساعه 45 دقيقه 20 دقيقه عم نعطيه وقت، وزي ما كنا مهاجم. الله اللاعبين مع الوقت حتصبر عليهم. كمان بدك تقول لي انه مثلا اخي ما بالدوري او بحلب ما عم يكون منيح، انا جوابنا هلا على هذا السؤال انه نحن اخي بعيدين عن الضغوطات عم يكون الفريق كثير كويس. يعني نحن مثلا اتحاد اسيوي كان فريق ملبي، بالمباريات الوديه كان فريق ملبي، مع شباب الخليل كان فريق ملبي، ما عم يكون ملبي باللعبات اللي عم تكون بحلب. طيب نحن عكس شيء، ايه عكس، طبعا عكس ما لازم تكون وعكس ما هي استراتيجيه خطه النادي. يعني احنا اهتمامنا يكون بالدوري نظهر بمظهر كويس، واسيا مشاركتنا هي تكون مشاركه مشرفه. بس كمان بتطلع انه انت نادي الفتوه،
اللي مكلف مليارات، اللي مكلف مليارات. نحن الشوط الثاني ما طلق على ملعبنا، ما وصل غير كرة واحدة، كرة عرضية وأوفسايد، رفع الحكم أوفسايد من كرة عرضية. يعني نحن كل المباراة ضيقين، فريق بملك 7-8 لاعبين بأرض الملعب منتخب، يعني طه منتخب، يوسف محمد منتخب، عفوا يوسف الحمي منتخب، ساير كروما، أشقر أحمد، أشقر صحتا، شوفان، مصطفى جديد، محمود البحر، ضياء، كرم علوان، عمران، يعني عندك 7-8 لاعبين منتخب. ليش هاي المباراة وقفهم على وضعهم الطبيعي؟ لأنه كان بعيد عن الضغوطات. هون بحلب ممكن الضغوطات، ممكن عبريدو يقدموا كل شيء عندهم، أوقات بخونهم الحظ. هدول اللاعبين أخ سعيد لازم تصبر عليهم، لازم تعطيهم وقت كافي. أنا شلون بدك يعني أتطور، وأنت شلون بدك يعني أتطور؟ يعني أنت عفوا بحكي الله ما ينتك، شلون بدك أنت تطور أدائك إذا ما اشتغلت وتكررت عملك لتبدع فيه؟ اللاعبين هدول مستقبل نادي الاتحاد. برجع بقى كابتن، نحن العكس، نحن بدنا اياهم موجودين، بس برجع بقى لك نقطة انه ما عاد يكون في تطور. هي نقطة انه بآسيا كلها بتدور، هلا بآسيا عاد يكونوا كويسين. طيب معناتها شو المشكلة؟ معناتها انت لازم تطلع المشكلة، ما بس اقول الله انسى انا ما تطور، لا انا معناتها عندي مشكلة. بآسيا اللاعب مع الكويتي نفسهم اللي لعبوا اليوم، لا انا مدربهم بقول لك لا. طيب معناتها شو المشكلة؟ مشكلة اعداد نفسي كابتن، اعداد نفسي، اعداد استشفاء، اعداد بدني. هذا ممكن الضغط على اللاعبين، ممكن نلاقي كثير عبارات، بس بالاخير انا عباراتي محتفظ فيها، انا بشوفها بالاخير انتم لازم تساعدوا هدول اللاعبين، لانه هدول هم اساس نادي الاتحاد. معنا الراشد بروح، معنا الراشد برجع، بجبيرو، بروبيرو، ما عندي مشكله. نحن بالاخير نادي الاتحاد هو عباره عن اعمده نادي الاتحاد هي قلعه حلب. قلعه حلب لازم تضل قويه، قلعه حلب هي هدول اللاعبين الصغار، هدول بدهم صبر. نحن انت عم تلعب بخمس لاعبين 2004، واحد منهم 2003، عندك لاعبين 2006، طب انت 8 لاعبين 9 لاعبين، نادي الكرامه اشيل لاعب اسكورو عنده 5 لاعبين من اولاد النادي بس، وعنده 15 لاعب من برات النادي. نحن عندنا حمو اول سنه بيلعب عندنا، شاهر وفادي مرعي ومصطفى تتان، هدول صاروا اولاد النادي صار لهم 3 سنين عم بيلعبوا في نادي الاتحاد، ولذلك نحن اولاد النادي. يعني اليوم اذا بدنا نطلع عندنا 16-17 لاعب من اولاد النادي، وفادي وشاهر وتتان. يعني هاي شو قصرنا نحن ما شفناها؟ شو قصرنا عم نشوف في التشكيل؟ صرنا سنين، يمكن 7-8 سنين 10 سنين لاعب واحد بالنادي او ما بتواجد. نحن هلا عندك اليوم بالتشكيل 9 لاعبين بالنادي الاتحاد. انا اسف طولت عليكم او انتم طولتوا علي؟ لا طولتوا على بعض. طبعا بشكرك كابتن معن، طبعا رحابه صدرك وشو اسئلتك للزملاء الاعلاميين. كابتن شاهر هارد لك، نقطه من حلب طبعا غير ملبيه جمهورنا، لكن بالنهايه عملتوا عليكم، نحكي عن اللقاء. اول شيء بنعتذر لجمهورنا على النتيجه. طبعا حكى الكابتن وفصل، يعني كلامه واضح كان انه على التعب وعلى الجهد، بس نحن قلنا عتب بسيط على اتحاد الكره انه انت اليوم فريق تعبان وطلب بتاجيل، اذا اجلته يوم ثاني ما بتخرب الدنيا. يعني اليوم انه اللاعب مين بحمي غير اتحاد الكرة من الإصابات من الجهد؟ طب واحد مثل ما قال الكابتن، وصلنا على البيت الساعة 5 الصبح، الساعة 5 ونص كنا بالشارع مشان الزلزال. صح صح. طيب اليوم واحد يحس بالبني آدم، بني آدم بده يتعب، ما بيحسوا فينا الأمانة. ورغم هيك نحن بنعاتب حالنا، يعني أول شيء الواحد لازم يرجع على البيت يفكر إنه هو لازم يفرح الناس، يعرف شلون بده يربح، نطلع من هاي القوقعة إنه نحن متعادلين أو خسرانين متعادلين. هاي كتير صارت حالة سلبية بالفريق، فان شاء الله بالايام الجايه بنشتغل عليها. بالدوري طبعا احنا مركزين امورنا بالدوري لحتى نتقدم بالمراكز. يعني انت اليوم شوف ترتيبنا ما بلمي الطموح، انه نحن فريقنا اعمار صغيره وبدهم وقت، بس كمان لازم يعني يشتغلوا على حالهم اكثر ويحسوا بالموضوع اكثر. ومنتشكر الكابتن معن، يعني ما بيأثر معنا لا هو ولا الكادر الفني، بس يعني في بعد عن الفريق من القائمين على الفريق للأمانة. ما في غير مثل ما قال الكابتن بكل تصريح انه ابو وحيد والاستاذ شادي هن الموجودين دائما، والبقايا كثير بعيدين عن النادي، وانا بحكي على الاعلان وماني خايف ابدا، ماني متردد بكلامي، لانه بعيدين عن الفريق. هذا الفريق بده تحتويه لحتى يقدم احسن صوره له. اليوم انا لما بشوف الكل الناس موجوده حوالي وجمهوري مليان الملعب وعم شجعهم ويضل يشجعهم لو خسرانين، بالايام بده ينتجوا. يعني بعد سنة سنتين بكونوا أبطال دوري إن شاء الله، ونعتذر على النتيجة طبعا، وإن شاء الله مباراة القادمة نقدر إنه نقدم مستوى يليق بنادي الاتحاد. شكرا كابتن، أشكركم زملائي على هاي الوقت.